عتاد جيش أو كثرة العدد مسالمين كانوا لم يرفعوا سلاحا أو وتد حتى أريقت دماؤهم وهدمت صوامعهم وانتهكت أعراضهم فأمسوا مقاومين بالسيف والعمد يزعرون في الساح مطلبنا مطلبنا أفحص إيماننا اختارك الله لنا قضية مسلم الفقيه الإبداعية قال الإمام المنتظر في نص مسند الخبر في غيبة حجة مرجعية مسلم الفقيه الإبداعية اشهد لنا إمامنا أم صخرة صماء نحن فوقها الأمواج تكسر نرتدي الأكفان حتى كل بحر شبابنا مقاوم نسلم العمائم شبابنا مقاوم مدرسة الأحرار تحيا بالدماء عادتها البذل وتسمو بالوفاء